أكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا في كلمته خلال انعقاد منتدى الأعمال العربي الألماني 25 في برلين، أكد أن مملكة البحرين أسست علاقات قوية مع جمهورية ألمانيا في مختلف الجوانب التجارية والاستثمارية على مدى العقود الخمسة الماضية وحتى اليوم. كما شدد رئيس مجلس إدارة شركة ألبا على تعزيز العلاقات البحرينية الألمانية من خلال إنشاء الشركات الألمانية وحدات تصنيع وأعمال تابعة لها في منطقة الصناعات التحويلية. رغم ما كان لأزمة كوفيد-19 من تأثير سلبي على النشاط التجاري بين الجانبين العربي والألماني، غير أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية حرصت على ازدهار العلاقات التجارية واستدامتها، وتابعت عقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في نسخته 25 في العاصمة الألمانية برلين. شركة ألبا ألمنيوم البحرين هي أكبر مصهر في العالم خارج الصين، ذو موقع واحد، وننتج أكثر من 1.5 مليون طن متري من الألمنيوم. فهدفنا من خلال هالمشاركة في هذا المؤتمر هو تعزيز وتقوية العلاقات بين البحرين وألمانيا والدول العربية طبعاً. أكد المؤتمرون في جلسات العمل والورش المتخصصة في اليوم الثاني على ضرورة تنشيط التبادلات التجارية لتعود إلى مستوياتها المعهودة، خصوصا بعدما بدأت تداعيات أزمة كورونا بالتلاشي. كما ركزت الفعاليات على تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية وتمكين شبكة التواصل بين رجال الأعمال من الجانبين. ألبا طبعا داعم كبير إلى الغرفة الألمانية العربية، ومن ضمن الدعم هذا أن قدمنا أوراق ورقتين، ورقة أنا قدمتها بخصوص الاستدامة، وورقة قدمها المدير رئيس التسويق بخصوص التشالنج في الشحن. من ضمن المواضيع الاستدامة والحوكمة والاستدامة العامة، طبعا ألبا مضت في طريق طويل ورسمت خارطة الطريق في الاستدامة، وتعتبر ألبا أول شركة في البحرين عندها خارطة طريق مفصلة للوصول للحياد الكربون الصفري خلال عام 2060. مملكة البحرين هي رائدة في صناعة الألمنيوم، هي من أول الدول اللي أنتجت الألمنيوم في الشرق الأوسط، وعلاقتنا طبعا طيبة مع ألمانيا في الصناعة، وصناعة الألمنيوم أحد الميجر الإكسبورت حق ألمانيا. أثرت الإغلاقات الاقتصادية وتعطل سلاسل الإمداد على حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا مقارنة مع أعوام ما قبل الجائحة، غير أن التعاون المحكم بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والثقافة والتعليم يشي بمستقبل واعد ومزيد من الشراكة والاستثمار. كان اليوم الثاني من الملتقى الاقتصادي العربي الألماني حافلاً بالورش والفعاليات والمحاضرات. تلفزيون مملكة البحرين، سارية مرزوق، برلين.